السلام عليكم. لو انا عايز ارسم دايمنشن من اي نقطتين، ممكن اقول له هنا من ديستنس، اقول له انا عايز ارسم مثلا من النقطة دي للنقطة المقابلة ليها على الحيطة. ليه كذا طريقة. ممكن اقول له انا عايز سيرفيس، سيرفيس يعني من مسطح لمسطح المقابل ليه، تمام اهو، مثلا من هنا لهنا. او ممكن تقول له فريلانسر. خلي بالك انت بترسم بيديك بعض دايمنشن افقي ورأسي بتساعدك في الرسم، وهنا بيديني المسافة دي ممكن اخدها كوبي، تمام، يعني ممكن اخد الرقم ده نفسه كوبي بحيث ان انا اقدر احطه بيست في اي مكان تاني. ممكن اخفي الدايمنشن نفسه. طب لو عايز ارجعه تاني، هاجي هنا واقول له اظهر لي الدايمنشن دوت بالشكل دوت. تقدر تيجي هنا تاخد الكلام دوت ترسم واحد جديد، او تاخد الكلام بتاع الاكس واي وزد بتاعت النقطة دي كوبي، تمام، او تقول انا عايز ارسم دايمنشن جديد مثلا من السيرفيس ديت للسيرفيس التاني، تمام. فبيديك بعض الامكانيات اللذيذه يعني في الدايمنشن، على اساس تعرف في الموقع نفسه او في الواقع نفسه معمول ازاي. في عندي بايب سناب، دي بتقول لي قطر الماسوره قد ايه، تمام، يعني لو جيت على ماسوره زي ديت ودوست عليها هيبدا يقول لي ان القطر بتاعها قد كده، تمام. تقدر تعرف كل المعلومات اللي انت عايزها عن القطر بتاع الماسورة ديت. تقدر برضو من هنا تقول له انا عايز ارسم مثلا مركب، تمام، بالشكل دوت مثلا، شكل حر مثلا. تمام، اوكي. ممكن تقول له انا عايز اكتب نوت في اي منطقة، خلي مثلا الورقة ديت تكتب اللي انت عايزه، مثلا ريكاب بمقاربيها مثلا، او تضيف صورة لو انت عايز، بحيث لما حد يقرب منها يلاقي الكلام ويلاقي صورة. فدي بعض الامكانيات الكويسة. لو انت عايز تخفي او تظهر حاجة، ممكن تيجي هنا وتخفي وتظهر اي حاجة انت عايز تخفيها او تظهرها. ممكن تدخل هنا، تمام، وتيجي هنا تقول له انا عايز اخفي كل الانوتيشن مثلا، تمام، لو انت حابب.